السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد مع اخبار اللي غادي نبارطاجيها معكم بالمختصر المفيد، بحيث غادي نهضروا على لائحه وليد الكراكي المنتخب والمحترفين المغاربه كجديد اللاعب اسماعيل السيباري وكذلك اسامه العزوزي، اضافه الى تقييم وتحليل اداء يوسف انصاري ياسين كاشطا اسامه الترغالي. وكما قلنا في الاول كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد، لذلك بلا ما نزيد نطول عليكم وندخل مباشره في العمل. في الاول بعدا بغيت نبدا مع اللائحه الموسعه ديال الناخب الوطني وليد الكراكي، واللي منا غادي نجاوب بطريقه غير مباشره على الى بزاف ديال المتابعين، واش بصح سوفيا رحيمي بدر بانون او فلان غادي يكونوا حاضرين في القائمه النهائيه و الى اخره. باختصار وحد الان اللي انا كندير في هذا الفيديو، تم تاكيد من تواجد ثلاث حراس محليين في قائمه المنتخب الموسع لكاس افريقيا القادمه، وهنا كنهضروا على انس زنيتي، يوسف المطيع والمهدي بن عبيد، واللي هاد الثلاث حراس غادي يتم اختيار واحد فيهم من طرف المدرب الكراكي وليد باش يحطوا في اللائحه النهائيه رفقه كل من ياسين بونو ومنير المحمدي، وهادو هما الاسماء اللي حد الان تم التاكد منهم انهم كاينين في اللائحه الموسعه. اما رحيمي او بانون باطنا و الى اخره، فما كايناش شي تاكيدات كتقول بانهم متواجدين في اللائحه الاوليه، هي منطقيا غادي يكونوا متواجدين، ولكن مادام ما كايناش اخبار تسريبات شي تبركيكه من المصادر موثوقه فاكيد لا يمكن ان اجزم في ذلك. وللمعلومه المدرب وليد الكراكي هذه يومين فقط ارسل اللائحه الاوليه للكاف، وحتى واحد ما عرف بالضبط والتدقيق شحال من لاعب في ديك القائمه، علما ان قوانين الكاف ما خاص ديك اللائحه الموسعه تفوت 55 لاعب. وبالمناسبه راه مستحيل يكون شي واحد عارف الاسماء اللي غادي تكون في اللائحه النهائيه اللي غادي تشارك في الكان، وهنا ما كنهضرش على اشرف حكيمي، حكيم زياش، ياسين بونو، نايف اكريد، سفيان امرابط وما الى ذلك من اسماء وركائز اساسيه. انا كنهضر على الاسماء اللي كيكون فيها جدل وشك بين وبين، بحال مثلا اللاعب سوفيا رحيمي، راه اللي غادي يطلع ويقول لك بان باطنا رحيمي بانون كاينين في اللائحه النهائيه، سولوا بعدا واش عندك اتصال مباشر مع المدرب الكراكي، لان المدرب بوحدو اللي عارف شنو كاين بالتفصيل التفاصيل، ومنطقيا اكيد ما غاديش يجلس في قهوه ويبقى يتعاود عليها، بل اكثر من هذا راه الكراكي براسو حد الان مازال ما عارفش اللائحه النهائيه بالكامل، بمعنى راه باقي خدام عليه حتى الان، والدليل راه كيدير جوله في اوروبا كيشاهد اللاعبين عن قرب، كما شفناه مثلا في مباراه مارسيليا اللي كانت ضد نادي ليون. نقطه اخرى كذلك وحسب بعض التقارير كتقول بان اللائحه النهائيه غادي تكون فيها 27 لاعب بدل 23، وبين قوسين هذا الموضوع فايت هضرنا عليه سابقا، بل اكثر من هذا قال لك بعض الاتحادات توصلت باخطار في هذا الموضوع، ولكن كنرجع ونقول حتى الان مازال ما كاينه شي حاجه رسميه خرجات من الاتحاد الافريقي لكره القدم، رغم انه في المقابل كاين شبه اجماع على هذا الموضوع في انتظار التاكيد الرسمي كما قلنا. المهم قال لك في حاله متاكد هذا الخبر ديال 27 لاعب بدل 23، فورقه المباراه او اللاعبين اللي غادي تكون فوكاو الماتش غادي يكون فيها نفس العدد المعتاد اللي هو 23 لاعب فقط، بمعنى غادي يبقى يتم استبعاد اربعه اسماء في كل مباراه. ومع هذا البلان الجديد كنتوقع والله اعلم بان مزراوي نصير يقدر يكون في اللائحه النهائيه ديال وليد الكراكي، راه في الاخير كل شيء كيبقى ممكن، وحتى لو تواجد في اللائحه النهائيه حسب ما انا كنتوقع فاكيد ما غاديش يلعب المباراه الاولى تحديدا دور المجموعات، يمكن نشوفوه في الادوار المتقدمه ان شاء الله. وبمناسبه اننا نيت هضرنا على الاصابات، فكما عارفين المغربي اسامه العزوزي في اواخر اكتوبر الماضي كان تعرض لاصابه اللي غيباته من ذاك النهار عن الملاعب لحدود هذه اللحظه. الجديد او الخبر المفرح هو خرج مدرب نادي بولونيا تشاكو موطا بتصريح على موعد عوده العزوزي اسامه، ونصا في التصريح ديالو عامه هضر على اصابه الفريق بالكامل، وقال بان كيفن بونيفازي وكورازا ودي سيلفستري اضافه الى اسامه العزوزي وارسوليني وكارلرسون كاملين بخير والحمد لله، وغادي يكون من الممكن استدعاء الاربع الاوائل اللي ذكرنا واللي منهم المغربي في المباراه القادمه اللي غادي تكون ضد نادي روما. وفعليا من بعد التصريح بساعات تاكد هادشي رسميا، بحيث تم اعلان قائمه اللاعبين اللي غادي يشاركوا في الماتش ديال غدا ضد روما مع السا، ومن بينهم طبعا الدولي المغربي العزوزي اللي كما كيبان لكم بالواضح. وعندنا ايضا خبر زوين، وهذه المره مع اسماعيل السيباري المنفجر هذا الموسم مع نادي بي اس في ايتهوفن، الخبر كيقول بان القيمه التسويقيه ديالو تضاعفات لمرتين، فبعد ما كانت غير 5 مليون يورو فقط الان راه وصلت الى 10 ملايين يورو اللهم بارك، وهذه غير البدايه ومازال. ودابا ندوزو لتقييم المحترفين المغاربه، بدايه من يوسف انصاري مع نادي اشبيليا اللي بدا كالعاده اليوم كاساسي في الماتش اللي كان ضد نادي خطافي، وللامانه اشبيليا هذا العام كامله في الباي باي، بحيث في كل اسبوع كتزيد تغرق اكثر واكثر واكثر. اليوم عاوتاني بشكل مفاجئ خسروا بنتيجه كبيره امام خطافي بثلاثه اهداف لصفر في قلب ملعب النادي الاندلسي، علما ان خطافي هذا الموسم ما ربح حتى شي ماتش خارج الميدان ديالو، حتى ربح لك نادي اشبيليا بثلاثه اهداف لصفر، وزيد عليها حتى الاداء الجيد. وللامانه اشبيليا من الموسم الماضي وهي كتعوم في النتائج السلبيه وتذبذب في المستوى مره طالع وفي الكثير من الاحيان ناقص، لهذا ما يمكنش تحكم بالمطلق على اداء المغربي يوسف. المهم الفرصه الوحيده اللي كانت خطيره عند اشبيليا في هذا الماتش هي ديال النصيري اللي كانت في الدقيقه 70 بعد ما هنا لعب لك وراء دار مدافعين ودار لابي دوبال، وفعلا كما كيبان بالواضح كيتلقى العرضيه اللي كيستلمها في المساحه بدون اي مضايقه تذكر من دفاعات خطافي، وفي لحظه الاستلام كان هنا عنده الوقت الكافي في نكادري وياخذ القرار الصح في التعامل مع الفرصه او الكره باش يحطها في الشبكه، الا ان الفينيش ديالو بالبروساج
كان سيء، علما انه راه ما كانش قاصدي تيرا في هذا المكان. علاش؟ لان الفراب ديالو كان بالبروساج، والبروساج يعني كتقنت الكره مقوصه في الزاويه البعيده على الحارس. اذا نصر هنا كان ناوي حط الكره في الزاويه اليمنى للحارس ولكن ما كتبش. ايضا جات فرصه اخرى في الدقيقه الثالثه بعد 9 من زمن وقت بدل ضائع، ورغم ان تحسبت تسلل ولكن للامانه ما كانش عليه ضيع. فكما كيبان لكم هذا هو نصر اللي دار لابيل دوبال، ثم من بعد كينفرد فاس فاس مع الحارس عادي جدا، ولكن بعد ما كيدير كل شيء مزيان كيصطدم للاسف بمشكله الانهاء بالرجل. هاد المشكله كما عارفين دائما ما تطارده. المهم عاوتاني هنا الفراب ديالو كيصطدم بالحارس، مع العلم هنا راه كان عنده جوج ديال الحلول، يا اما يلعب فوق الحارس وهادي كطلب دقه ومهاره وخفه لا بغيتي تلصق بحال البيش، او تجر لي الحارس ودفع لي الكره في هذا الاتجاه ومن بعد راه غادي تكون فتحتي راسك الزاويه بوم جول. ولكن صار هنا كان عنده راي اخر. على العموم المغربي في هذا الماتش كان تحصل على تقييم 0.8، وحاليا اشبيليه الغارق كيحتل المركز 16 ب 13 نقطه. ونختموا دابا مع مغاربه لوافر ياسين كاشطا واسامه التيرغالين اللي بداوا اليوم كاساسيين في مباراه اللي كانت كونتر نادي نيس، وما شاء الله ربحوا الماتش بثلاثه اهداف لهدف. كاشطا ياسين كان تحصل على تقييم 0.7 ولكن خرج مصاب في الدقيقه 84، اما التيرغالين اسامه فخده 0.8. وهذا الشيء اللي كان عندنا في هذا الفيديو، لذلك غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.